الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث في هذا الدرس عن مسائل من الزكاة. سيكون الحديث عن أصناف الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة والأنصبة، أنصبة هذه الأموال وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. أيها الإخوة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة. وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة، ولما رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم أجمع الصحابة على ذلك، وهذا يدل على أهميتها وعلى عظيم عناية الشريعة بهذه العبادة، فعلى المسلم أن يهتم بها وأن يخرج الزكاة الواجب عليه، وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من مسائلها وأحكامها. وقد توعد الله عز وجل مانع الزكاة بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شكرا. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتأملوا هذه الآية العظيمة: والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز هو المال الذي لم يزكى، وكل مال قد زكي فليس بكنز كما قال أهل العلم. وعلى هذا فمعنى الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي أنهم يكنزون الأموال ولا يزكونها، فبشرهم بعذاب أليم. ثم بين الله تعالى هذا العذاب فقال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. يحمى عليها، الضمير يرجع على الأموال، الأموال التي كنزوها في الدنيا ولم يزكوها. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: من كان عنده ذهب أو ورق لم يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم ثم كوي بها جبهه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا مانع الزكاة يعذب في الموقف يوم القيامة قبل القضاء والفصل بين العباد، فهذا عذاب خاص به قبل دخوله النار، يعذب بذلك. يعذب بأي شيء؟ يعذب بماله الذي كنزه في الدنيا ولم يزكه، ويحمى على هذا المال في نار جهنم ثم يعذب به، ويقال: هذا ما كنزت، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا يدل على عظيم الوعيد في حق من منع الزكاة. ولكن ها هنا مسألة، وهي: هل مانع الزكاة يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام؟ الجواب: إذا تركها جاحدا لوجوبها فيكفر بإجماع العلماء، أما إذا تركها بخلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها فقد اختلف العلماء هل يكفر أم لا. وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، هو القول الراجح، والدليل لذلك هو الحديث السابق، فإن آخره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم:
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة لو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، لكنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم. فعلى المسلم إذن أن يهتم بشأن الزكاة وأن يخرجها طيبة بها نفسه. والأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربعة أصناف: الصنف الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتجب الزكاة في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار، فتجب في التمور وتجب في البر وفي جميع الحبوب وما يكال ويدخر من الثمار. والصنف الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة هي التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة، وأما المعلوفة التي يعلفها صاحبها أكثر السنة هذه لا زكاة فيها إلا أن يعدها للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة. والصنف الثالث النقدان، وهما الذهب والفضة، وكذلك ما كان في معناهما من الأوراق النقدية، فهذه تجب زكاتها بضوابط وشروط سنبينها بعد قليل إن شاء الله. والصنف الرابع عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للتجارة طلبا للربح والتكسب. أما الصنف الأول وهو الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، ونصابها 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وتعادل بالتقديرات المعاصرة 612 كيلو جرام تقريبا. فمن كان عنده حب أو ثمر يكال ويدخر مقداره 612 كيلو جرام فأكثر ففيه الزكاة. ولا تجب الزكاة في الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز، وكذلك أيضا لا تجب في الخضار من البقوليات ونحوها، إنما تجب فيما يكال ويدخر، لأنه هو الذي تكمل به النعمة. والواجب فيها إذا كانت مما يسقى بمؤونة وكلفة، وكان الناس قديما يسقونها بالإبل والبقر والسواني، وحديثا بالمكائن الرافعة للماء، فالواجب فيها نصف العشر أي 5%. أما إذا كانت تسقى من غير كلفة ولا مؤونة كالتي تسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون أو التي تشرب بعروقها، فهذه الواجب فيها العشر أي 10%. وأما السائمة من بهيمة الأنعام فذكرنا أن الزكاة إنما تجب في السائمة فقط دون المعلوفة، السائمة هي التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة، وأما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة إلا أن يعدها للتجارة. ونصاب الإبل 5، إذا بلغت 5 ففيها الزكاة، فيها شاة، أما أقل من 5 لا زكاة فيها. ثم إذا بلغت 10 ففيها شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، إلى آخر ذلك من التقديرات والموجودة في كتب الفقه. وأما البقر فنصابها 30، فإذا كانت أقل من 30 لا زكاة فيها. والواجب فيها تبيع أو تبيعة وهو ما تم سنة، إلى أن تبلغ 40 فالواجب فيها مسنة، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. وأما الغنم فنصابها 40، فإذا كان عندك غنم أقل من 40 لا زكاة فيها إلا أن تعدها للتجارة، إلى أن تصل إلى أن تزيد على 120 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة من الغنم. وأما بالنسبة للنقدين الذهب والفضة
فتجب فيهما الزكاة إذا كانا معدين للتجارة. وعلى ذلك فأصحاب محلات الذهب يجب عليهم أن يزكوها، وهكذا الفضة. وأما الحلي المعد للاستعمال فاختلف الفقهاء في وجوب زكاته على قولين. القول الأول أنه لا تجب فيه الزكاة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهو مذهب الحنفية. ومن أوجب فيه الزكاة استدل بأحاديث، منها حديث المرأة التي أتت وفي يد ابنتها مسكتان، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الصناعة الحديثية، لا يثبت. وأيضا حديث عائشة أنها كان في يدها فتخات من ورق، فتخات من ورق يعني من فضة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا، لا يصح. وكذلك حديث أم سلمة في الأوضاح. وأما جمهور أهل العلم فقد استدلوا لعدم إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال بعدم الدليل الصحيح الوارد في ذلك، وكما قال الترمذي: لا يثبت في هذا الباب شيء. وبأن قاعدة الشريعة عدم إيجاب الزكاة في أموال القنية والأشياء المعدة للاستعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. فلا تجب الزكاة في بيت الإنسان الذي يسكنه، ولا في سيارته، ولا في أثاث المنزل، ولا في الأشياء المعدة للاستعمال كلها. وهكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال لقوة أدلته، ولأن من أوجب الزكاة جميع ما استدل به لا يصح، كما قال الترمذي: لا يثبت في هذا الباب شيء. ولأن القول بعدم إيجاب الزكاة هو المأثور عن أكثر الصحابة، كما قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريته. وأما الأوراق النقدية فهي أكثر ما يسأل عنها الناس اليوم، ما نصابها وكيف تكون زكاتها؟ الأوراق النقدية سواء كانت ريالات سعودية أو جنيهات مصرية أو ليرات أو دولارات أو يورو أو أي عملة من العمل، فهذه الأوراق النقدية الذي استقر عليه رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية في العالم الإسلامي أنها نقد مستقل بذاته، تقوم الثمنية فيها كما تقوم في الذهب والفضة، وأنها تقدر بأدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة أرخص بكثير من الذهب. وقد كانت الفضة هي التي يتعامل بها غالبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان التعامل بالدراهم أكثر من التعامل بالدنانير. وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة. فإذا أردنا أن نقدرها الآن فننظر كم سعر الجرام من الفضة ونضربه في نصاب الفضة. فمثلا لو أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية بالريال السعودي لهذا اليوم الجمعة 24، نعم 23 من شهر رمضان من عام 1439 للهجرة، سعر الجرام من الفضة اليوم يعادل ريالين وهللة، نضربها في 595 تكون النتيجة 1250 ريال تقريبا، 1250 ريال. وقد كانت في أول رمضان أقل من هذا، ولذلك فنصاب الأوراق النقدية يتذبذب ويختلف تبعا لتذبذب أسعار الفضة. من ملك هذا المبلغ 1250 ريال فأكثر
ومضى عليه سنة، مضى عليه حول، يجب عليه أن يزكيه. من كان عنده أقل من هذا المبلغ ليس عليه زكاة. هذا هو نصاب الأوراق النقدية، 1250 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. فإذا بقيت عندك سنة كاملة فيجب عليك أن تزكيها بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله، حتى لو ادخرتها للنفقة أو ادخرتها لبناء مسكن أو ادخرتها لزواج أو ادخرتها لأي غرض، ما دامت بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. ومقدار زكاتها ربع العشر، وهو 2.5%. وأعطيكم قاعدة مفيدة تستطيع عن طريق هذه القاعدة أن تعرف زكاة أي مبلغ نقدي تريد. انتبه لهذه القاعدة، هذه قاعدة مفيدة. إذا ضبطت هذه القاعدة تستطيع أن تعرف زكاة أي مبلغ نقدي. القاعدة هي: إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40. أعيد مرة أخرى: إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40. إذا قسمت على 40 يخرج لك مقدار الزكاة، يخرج لك ربع العشر. فعلى سبيل المثال 4000 ريال إذا قسمناها على 40، من اللي معنا جيد في الحساب أو مدرس رياضيات؟ نعم، فيها كم؟ فيها 100. 4000 ريال فيها 100 ريال. طيب 10000 ريال، لا نريد أحد يحسب بالحاسبة، 200 250، اقسمها ذهنيا. طيب 40000 ريال، اقسمها 40000 على 40000 ريال، 40000 1000، 80000 ريال 2000، 100000 ريال 2500. طيب 200000 ريال 5000، 400000 10000، 1000000، نعم 25000، 25000، 100 مليون. إذا كان 1000000 كم؟ 25000. طيب إذا قلنا 100 مليون، لا من يجيب؟ ها؟ 1.5 مليون. أحسنت، أنا سمعت 200500، هذا غير صحيح، 1.5 مليون. المهم اقسم أي مبلغ على 40، أي مبلغ يخرج لك مقدار زكاته وهو ربع العشر. احفظ هذه القاعدة، هذه قاعدة مفيدة تفيدك طيلة عمرك. أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40، يخرج لك مقدار الزكاة. الدين هل له أثر على الزكاة؟ يعني إذا كان عليك ديون فهل هذا الدين له أثر؟ أما الديون المؤجلة التي لم تستحق بعد فهذه لا أثر لها على الزكاة. ومعظم الناس عليهم ديون مؤجلة، يمكن معظم الإخوة الحاضرين لا تخلو أحوالهم من ديون مؤجلة، أقساط من بنك، أقساط من كذا، فهذه لا أثر لها على الزكاة. أما الديون الحالة التي الدائن الآن يطالبك يقول سدد، وربما رفع فيك شكاية، فهذه يخصم الدين من المال الذي تزكيه، لأن هذا الدين مقدار هذا الدين هو في الحقيقة ليس لك، هو مستحق للدائن، فلا يجب عليك أن تزكيه. مثال ذلك: هذا رجل عنده 50000 لكن عليه دين 20000 حالة، الدائن يقول سددني 20000 الآن، فمعنى ذلك نخصم 20 من 50 فيزكي كم؟ يزكي 30000، يزكي 30000. هذه طريقة حسابها. وأما بالنسبة للديون التي للإنسان في ذمم الآخرين، فإن كان المدين مليئا باذلا، مليئا أي غير معسر قادر على السداد، باذلا غير مماطل، لأن بعض الناس قد يكون غني لكنه مماطل، كلما طلبت منه الدين يأتي لك بعذر، كل يوم عذر ويأتي لك فيما بعد،
إذا طلبته الآن يقول بعد العيد، وإذا أتى العيد قال بعد الحج، ثم أنت وإياه تتابعه وهو يماطل بك. فإذا كان المدين مليئا باذلا قادر على السداد وغير مماطل، فيجب عليك أن تزكيها عن كل سنة. أما إذا كان المدين معسرا فلا زكاة في هذا الدين، وهكذا إذا كان المدين مماطلا فلا زكاة في هذا الدين. الصنف الرابع هو زكاة عروض التجارة، وهي معظم زكوات المسلمين اليوم، تشكل القدر الأكبر من زكوات المسلمين. كل ما أعده الإنسان للتجارة طلبا للربح والتكسب ففيه الزكاة، بغض النظر عن الشيء الذي أعده للتجارة، فسواء كان مثلا التجارة في السيارات أو في محلات تموينات أو محلات بيع ملابس أو محلات بيع أجهزة أو أي شيء أعده للتجارة ففيه الزكاة. وطريقة إخراج الزكاة أن يقيم عروض التجارة عند تمام الحول كأنه يريد أن يبيعها، ويخرج 2.5%. فمثلا إنسان عنده محل تجاري، جرد البضاعة التي عنده، وجد أنها البضاعة المعدة للبيع، وجد أنها تساوي 100,000 ريال، يعني يزكي 100,000 ريال، لكن هل يزكي رأس المال أو يزكي رأس المال مع الربح؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والأظهر أنه يزكي رأس المال، لأن الربح غير متيقن وغير متحقق، قد يحصل وقد لا يحصل، ولأنه عن أمر قد يحصل في المستقبل، وهو يريد أن يزكي عن أمر قد مضى. الأقرب أنه يزكي رأس المال، يحسب هذه البضاعة كم رأس مالها وبعد جردها، ويخرج ربع العشر وهو 2.5%. وعلى هذا من كان عنده أرض أعدها للتجارة يجب عليه أن يزكيها، والأرض التي أعدها للتجارة هي التي جزم بنية البيع، هي التي جزم بنية بيعها في الحال أو في المستقبل. أما الأرض التي لم تعد للتجارة وإنما أراد أن يبني عليها مسكنا أو أراد أن يبني عليها استراحة أو أراد أن يبني عليها عقارا لتأجيره، أو أنه متردد في النية، تارة يقول أريد أن أبني وتارة يقول أريد أن أبيع، ليس له نية واضحة، فهذه لا زكاة فيها. لا تجب الزكاة في الأرض إلا إذا جزم بنية البيع في الحال أو في المستقبل، أما إذا لم يجزم فلا تجب الزكاة في هذه الأرض، أو إذا جزم لكن بغير البيع، كان يجزم ببنائها فلا زكاة في هذه الأرض. وأما أصول العقارات والأصول عموما، وهي ما يسميها الفقهاء بالمستغلات، فهذه لا زكاة في أصولها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا حال عليه الحول. مثال ذلك رجل عنده عمارة يؤجرها، لا زكاة في أصل هذه العمارة، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا قبضها وحال عليها الحول. وأما الأسهم فلا يخلو أن يكون المساهم مضاربا، أي يبيع ويشتري فيها، أو مستثمرا لا يبيع ولا يشتري فيها، وإنما يريد الاستفادة من أرباحها أو يريد أن يتربص بها ارتفاع الأسعار. فإن كان مضاربا يبيع ويشتري فيها فيجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول، وذلك بأن ينظر إلى الأسهم في محفظته عند تمام الحول ويقيمه كأنه يريد أن يبيعها، ويخرج 2.5%، فينظر إلى تاريخ دخوله في الأسهم. لو افترضنا أن تاريخ دخوله في الأسهم هو 1 شعبان، إذا أتى 1 شعبان من العام الذي بعده ينظر إلى ما في المحفظة، كم قيمة الأسهم التي في المحفظة فيزكيها. أما إذا لم يكن مضاربا وإنما كان مستثمرا بأن تركها للاستفادة من أرباحها، أو لأجل أنه يريد أن ترتفع أسعارها فيما بعد فيبيعها، أو أنه كان يضارب فيها ثم خسر وتركها، فإن كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة.
فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، وعلى هذا فالمساهمون داخل المملكة العربية السعودية لا يجب عليهم أن يزكوا هذه الأسهم باعتبار أن الشركات تزكي. وأما إذا كان المساهم مستثمرا لكنه من خارج المملكة العربية السعودية، لا بد أن يسأل الشركة هل تزكي الأسهم أو لا تزكي، فإن كانت تزكي فيكفي، وإن كانت الشركة لا تزكي فيسألهم عن زكاة، عن وعاء الزكوي لكل سهم، كم وعاء الزكوي لكل سهم. وكل شركة تستطيع عن طريق المحاسبين معرفة مقدار الوعاء الزكوي ويضربه في عدد الأسهم التي يملكها ويخرج زكاتها. هذه هي طريقة إخراج زكاة الأسهم. وأما من تدفع له الزكاة فهذا قد بينه ربنا عز وجل في آية التوبة في قوله إنما الصدقات، ثم ذكر ثمانية أصناف. إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة من الله عز وجل، وصدر الله الآية بقوله إنما، وإنما من أدوات الحصر، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. المصرف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم المحتاجون، لكن الفقراء أشد حاجة من المساكين. المسكين قد يكون له عمل، يكون له دخل، لكن لا يكفيه، ولذلك قال الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، أكمل الآية، يعملون عليها، لهم سفينة ويعملون عليها وسماهم الله مساكين. إذا ما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير هو المعدم الذي ما عنده شيء، ما يملك شيئا، أو عنده دون نصف الكفاية، والمسكين هو من عنده نصف الكفاية أو أكثرها وليس عند تمام الكفاية. نوضح هذا بالمثال. إنسان ما عنده شيء إطلاقا، ما في جيبه ولا ريال، هذا فقير أو مسكين؟ فقير. طيب عنده دخل لكن ما يكفيه إلا إلى 10 من الشهر ثم ينتهي، فقير أو مسكين؟ 10 من الشهر، لأن قلنا دون نصف الكفاية، دون النصف فقير، إذا وصل النصف أكثر هذا مسكين، إذا قلنا 10 من الشهر يعني دون النصف، إذا هو فقير. طيب عنده دخل يكفي إلى منتصف الشهر، هذا مسكين ويستحق الزكاة أيضا. عنده دخل يكفي إلى 20 من الشهر لكن لا يكفي إلى آخر الشهر، هذا فقير أو مسكين؟ مسكين أيضا ويستحق الزكاة. عنده دخل يكفي إلى آخر الشهر، هذا ليس بفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة. ومن باب أولى إذا كان يدخر شيئا من دخله هذا يعتبر غني، طبعا غني في باب الزكاة، وغنى كل شيء، غنى كل شيء بحسبه. إذن الذي يستحق الزكاة من كان دخله لا يكفي فيأخذ بقدر ما يكفي، وهذا إما أن يكون فقيرا أو مسكينا. الصنف الثالث العاملون عليها، والعاملون عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكوات من أرباب الأموال، فهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة بإذن ولي الأمر، وهذا معمول به عندنا هنا في المملكة العربية السعودية. تبعث الدولة جباة يجبون الزكوات من أرباب الأموال، لكن الدولة تعطيهم مرتبات، فليس لهم الأخذ من الزكاة إلا بإذن الدولة، أما إذا لم تأذن لهم ليس لهم ذلك، هؤلاء هم العاملون عليها. الصنف الرابع المؤلف قلوبهم، وهم الذين يراد بإعطائهم الزكاة تأليف قلوبهم على الإسلام أو كف شرهم عن المسلمين. أما تأليف القلوب على الإسلام فالمال يا إخوان له أثر في المشاعر، له أثر في الحب والكره. المال تشترى به الذمم، وكما يقولون في المثل الفلوس تغير النفوس، ولذلك هذا المعنى راعته الشريعة الإسلامية فجعلت صنفا مستقلا من أصناف الزكاة للمؤلف قلوبه. فإذا كان إنسان كافر وإذا أعطيناه من الزكاة ألفنا قلب على الإسلام ورجونا أن يسلم فيعطى من الزكاة.
وهل يشترط أن يكون سيداً متبوعاً له قوة وشوكة وأتباع أو لا يشترط؟ محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يشترط، لأنه إذا كان يعطى الفقير لإحياء بدنه فهذا الكافر الذي يعطى لإحياء روحه بالإسلام من باب أولى. فلو مثلاً وجدنا شخصاً غير مسلم ونعرف أنه يحب المال ونقول نعطيك أموال تألف قلبه على الإسلام فلا بأس أن يعطى من الزكاة. وأما تأليف القلب لأجل كف شره عن الإسلام والمسلمين فهذا يجوز، لكن بشرط أن يكون له قوة وشوكة وأتباع، لأن الفرد الواحد لا يضر الإسلام والمسلمين، لكن لو كان له قوة وشوكة أو حتى دولة ويخشى من ضرره على الإسلام والمسلمين ونعطيها لأجل أن تكف ضررها وشرها عن المسلمين فيجوز ذلك، ويجوز أن يكون من الزكاة. هذا هو المؤلف قلوبهم. الخامس، وفي الرقام، والمقصود بهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من أسيادهم. وقد انقرض الرق الآن في العالم وأصبح ممنوعا دوليا ومجرما في جميع دول العالم، لكن قاس العلماء عليهم افتداء الأسرى المسلمين. لو وقع أسرى مسلمين في يد كفار وطلبوا فدية يجوز أن ندفع الفدية من الزكاة. الصنف السادس، الغارمين، والمقصود بالغارمين المدينين الذين عليهم ديون حالة عاجزون عن سدادها. انتبه لهذا الضابط، عليهم ديون حالة، فإن كانت ديون مؤجلة فلا يعتبرون من الغارمين الذين يستحقون الزكاة. أيضا عاجزون عن سدادها، إذا كانوا قادرين على سدادها لا يعتبرون من الغارمين الذين تحلهم الزكاة. فإذا وجدت إنسانا مدينا وعليه ديون حالة يطالب بسدادها وربما الدائن لو رفع فيه شكاية لسجن، هنا يجوز أن تعطيه من الزكاة بقدر ما يسدد الدين. وهذا في جميع الديون التي تلحق الإنسان، ومن ذلك الديون التي يتحملها الإنسان لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة، قال العلماء ولو كان غنيا. وأما الديون الأخرى فلا بد من أن يكون عاجزا عن سدادها وأن تكون الديون حالة عليه. وهذا الصنف الحقيقة هو ينبغي أن نهتم به، هو أكثر أصناف الزكاة الآن يعني استحقاقا. يعني هناك أناس عليهم ديون ومسجونون بسبب هذه الديون، انقطعوا عن أسرهم وعن أطفالهم وعن أهليهم بسبب هذه الديون. فينبغي أن نسعى لسداد هذه الديون لكي يخرجوا من السجون ويلتحقوا بأسرهم وأهليهم، فهؤلاء هم من أحق الأصناف الثمانية. الصنف السابع، في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. واختلف العلماء هل يختص ذلك بجهاد السلاح أو يشمل جهاد الدعوة، والقول الراجح أنه يشمل جهاد الدعوة. قد أقر هذا المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أنه يشمل جهاد الدعوة، لأن الدعوة هي الأصل في الجهاد، ولأن جهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لو أن الكفار أسلموا أو دفعوا الجزية لم يجز قتالهم، فجهاد الدعوة هو الأصل. وعلى هذا فما تمحض في أمور الدعوة يجوز دفع الزكاة فيه. الصنف الثامن، ابن السبيل، والمقصود بالسبيل الطريق، أي المسافر الذي انقطع في سفره فأصبح ليس عند شيء فيعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. وقد كان الناس قديما يأتون على الإبل وبعضهم يأتون ماشين ويسلب، يسلبه بعض اللصوص، يأتي الإنسان مسافرا ثم يأتي بعض اللصوص في الطريق فيسلبونه، يبقى ما مع الشيء، ما معه شيء إطلاقا، فهذا يعتبر ابن سبيل يجوز أن يعطى من الزكاة. وقد أوصى الله بابن السبيل كثيرا في القرآن، ومن صور ذلك في الوقت الحاضر من يأتون للحرم هنا وتضيع نفقاتهم أو تسرق ويبقى ما عند الشيء، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وهذا يسمى ابن السبيل. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين يجوز الذين تدفع لهم الزكاة، ومن عداهم لا يجوز أن يعطوا من الزكاة.
فمثلا لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في بناء المدارس، ولا في حفر الآبار، ولا في غير هذه المصارف الثمانية عموما. فعلى المسلم أن يجتهد في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، والزكاة ينبغي أن يتحرى فيها أكثر من الصدقة، الصدقة بابها واسع، أما الزكاة ينبغي أن يتحرى في أن تصل إلى مستحقيها. هناك شريحة من الفقراء والمساكين ينبغي أن نعتني بهم وأن نبحث عنهم، هم شريحة المتعففين الذين هم فقراء أو مساكين لكنهم متعففون، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. الجاهل غير الفطن إذا رأى هذا الفقير يلبس ملابس نظيفة ولا يسأل يظنه غنيا، وهو في حقيقة الأمر فقير. من الذي يعرفهم؟ يعرفهم الكيس الفطن، ينظر إلى دخله وينظر إلى مصروفاته ويرى منه التعفف وعزة النفس ويعرف أنه فقير. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم وأن نعطيهم من زكواتنا وصدقاتنا، وإعطاءهم هؤلاء أعظم أجرا من السائلين. السائل إن لم تعطيه أنت سيعطيه غيرك، عنده جرأة على السؤال، فإذا سألك إذا لم تعطيه أنت سيسأل غيرك ويعطيه. لكن هذا المتعفف الذي يستحي أو الذي عنده عزة نفس وهو فقير، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم وأن نعطيهم وأن نساعدهم، فهؤلاء إعطاؤهم أعظم أجرا من إعطاء غيرهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يوفق لها يا رب العالمين. اللهم إن لك في هذه الليالي المباركة، لك فيها نفحات عظيمة وهبات جسيمة، فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل صلواتنا واستجب دعواتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم وفقنا لتدارك ما تبقى من أعمارنا، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم ارزقنا الإنابة إليك، اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.